سلام الى كنتو مبتدئين وعندكم شلامه فيرت وبغيتو يكون عندكم دي بلونط فيرت في الدار يعني دي بلونط داخليين او نباتات داخليه في الدار وديما حيرين وما زعمينش هالفيديو ديو ليكم فيديو نباتات اللي سهلة جدا في العناية بالنسبة للناس المبتدئين و يعني وتقدروا تحطوهم عندكم في الدار في الظل يعني في دون لابارتمون او لا المنزل او لا اي بلاصة داخلية وما تخافوش عليهم وفقط عندهم العناية يعني المينيموم ديال المينيموم يعني اقل عناية ممكنة ديستيني لهاد لي بلونط اول بلونط غادي نهضر عليها هي نبتة لوركيدي نبتة لوركيدي اللي كيخافوا منها الناس وتيقولوا بانها صعيبة لوركيدي فالينوبسيس اللي اغلبية كنلقاوها في يعني في لي جاردينغي وكنلقاوها في المنابت يعني موجودة تقريبا ولات مؤخرا موجودة هي لوركيدي فالينوبسيس اللي زوينة وكتميز بدوك لوريدات ديالها الجميلة جدا ولا حطيتيها في ان سالون كت يعني الامبيلي البلاصة اللي هذا وكتزيدها جمالية و يعني وان ستيل لوركيدي فالينوبسيس يعني كتجيبها اون فلور للدار وفقط انك كتخليها يعني كتسقيها تقريبا مره في السيمانه حتى 10 ايام يعني ماشي مشكل حتى كيبانوا لك هذوك لي غاسين حيت هي كتكون في ان بون بلاستيك ترانسبارون كنحاول ما نهضرش بالفرنسيه واحد البولي هو ديال البلاستيك شفاف اللي كيدخل الهواء وكيدخل لا لوميير وكتراقب يعني الحاله ديال لي غاسين كتراقب الحاله ديال الجذور ديالها تيبانوا لك انهم كيكونوا في اللون الرمادي يعني كتعرف انها محتاجه تسقى فقط كدير واحد الاناء وكتعمر فيه الماء وكتو لا تروب يعني تتغطسها فيه وكتقطرها وفقط تكيوليو هذوك لي غاسين تيبانوا لك خضرين دونك صافي راها يعني كتعرف انها صافي تسقط وهاد العمليه كتبقى تكررها يعني حتى كتبان لك هذوك لي غاسين ولاو هكاك صافي كدوس و ثاني حاجه هو انك لي فلور ديالها كتبقى مستمتع بهم كيقدروا يبقاو عندك يعني حتى 6 موا في الدار يعني كاينين دي زوركيدي واخا انا لي زوركيدي اللي جبت مع عمر ماشي وحده بقات 6 موا بقاو ليا 2 موا كيبقاو زعما اون فلور هذوك لي فلور تيبقاو مور ما كي لي فلور تي يعني الورود ديالها اولا يعني كيدبلو ما كتقطعش لا تيج ما كتحيدش كيبقاو لك هذوك السيقان ديالها ديك لا اون فلورال كتبقى خاويه غادي تخليها بحال هكاك ما تقطع ما دير حتى شي حاجه خليها الا كانت غادي دير اون دوزيام فلوريزون راه غادي تعاود دير واحد العريش غادي ينبت من هذاك يعني الفرع القديم وغادي دير اون دوزيام فلوريزون يعني غادي دير الزهور المره الثانيه دونك جوج الحوايج اسقي وانك تخليها راه غدير لك ورد اخر وتقربها من سورس دو لوميير يعني ماشي مشكل تكون بعيده على الشجر سي با غاف و يعني وتبعدها على البلاصه ديال الحراره يعني شي غادياتور شي حاجه فيها كتطلق شي شوميني شي حاجه هادو لي بلونط كاملين اون جينيرال ماشي بغوش ديك السخونيه يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير ندوزو للنبته الثانيه النبته الثانيه هي لو سباتيفيلوم او لا تيسميوها لا فلور دو لون هي راها معروفه كدير واحد الورده بيضاء سي تو بلونتي دانتيريور يعني نبته داخليه كتكون عندنا في يعني في لي زانتيريور ديالنا سهله بزاف فقط انك خصك تسقيها يعني ملي تشوف التربه ديالها نشفات يعني سورتو غالبا فوق الصيف كتسقى اكثر من فصل الشتاء هذه معروفه بالنسبه كاع لي بلونط وانك تدير ليها تبدا دير لها ان اونغري اون فوا بار سيمين حتى يعني اون فوا تلك 10 جوغ من لو موا دو مارس حتى لو موا دوكتوبر من اكتوبر يعني حتى مارس الاخر عاوتاني كنحبسوا لي زونغري هادشي بالنسبه لي بلونط تقريبا كاملين يعني حتى كتبدا لا فيجيتاسيون يعني وقت الربيع والصيف كتبغي النبته لونغري وتبعدها على لي سورس دو شالور كيما قلت لكم اولا منابع الحراره بحال لي غادياتور ولي شوميني وكذلك انكم تقدروا تحطوها في اون فونيتر ما كتضربش فيها الشمس اكسبوزي نور ما كاين حتى شي مشكل
النبته الثالثه هي لو زاميو كولكاس او لا زيزي بلانت، معروفه يعني موجوده في الجاردين غير هي اون بلانت فيرت، نباتات خضراء اللي كتكون موجوده في لي بلان يعني كت في لي بيبينيير. كذلك هاد النبته باضافه لواحد النبته بحالها سميتها لو سانسيفيرا او لا لانغ دو بيلمير تيقولوها ليها، يعني بحال قلتي مسميات اخرى جانبيه. غادي نحط لكم اولا بالعربيه تيقولها جلد النمر، عندها واحد الامتياز كتشبه جلد النمر. وهاد النبتات هادو بجوج، هاد الزيزي بلانت والسانسفيرا، هاد جوج ديال النبتات سهلين بزاف 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 بزاف، ما كيطلبوش السقي بزاف، ما كيطلبوش الشمس، يعني ما خصك تكون تقربهم اون سورس دو لوميير اولا هذا، يعني تقدر تخليهم في لومبر، ماشي لومبر الظلام، انا تهضر زعما على اون بيس اللي هي اورينتي لو نور ما كتضربش فيها الشمس، وفي كولوار مثلا واخا ما وصلهاش الاضاءه بزاف ماشي مشكل. هاد جوج ديال النبتات ما كيطلبوش عنايه، ما كيتسقاوش بزاف حيت ديجا الفياج ديالهم ايبي وكادوك، يعني ما تيديروا لي ريزيرف ديال الماء ديالهم راسهم، تقدر تمشي تسافر شهر تخليهم ما يوقع لهم حتى شي حاجه، بعدهم غير من لي سورس دو شالور كما كاع النباتات كما كنقول لكم، وبعدهم من الشمس، يعني جامي جامي دو سولي ديريكت هو اللي كيقضي عليهم، اشعه الشمس كتحرق لهم الفياج ديالهم. لا كاتريام بلانط لي غادي نهضر لكم عليها هي لو دراسينا مارجيناتا. هاد لا بلانط هادي سي اون بلانط لي هي سهله، تطلب تقريبا حتى هي كنسقيوها ملي كنشوفوا التربه ديالها نشفات، وكذلك ما كتطلبش اونتروتيان كثير، فقط اننا كنحيدوا هادوك لي فوي اللي كيكونوا كينشفوا مع المده. هادي سي اون دراسينا مارجيناتا حتى هي، مي كيبداو ينشفوا من هنا لاباس، صافي كتبدا تنشف بعض المرات هاد لي في كنبداو نحيدوهم، هما اللي كيعطيو هاد المنظر هذا، يعني ملي كنبداو نحيدو كطوال وكتخوى وكتعطي هاد الشكل هذا. فيها حتى هي بزاف ديال لي فاريتي، يعني بزاف ديال الشكيلات، كاينه هادي لي مورايا كذلك سي اون دراسينا مارجيناتا. و لو دراسينا مارجيناتا قلت لك كما قلت لكم حتى هو ما كيطلبش يعني عنايه كثيره، تقدر تخليها يعني حتى شهر، انا سافرت خليتها شهر ما وقع عليها والو، وجيت سقيتها تو سامبلومون، يعني ما كطلبش اونتروتيان، وحتى هي ما كطلبش سولي ديريكت، وما كتبغيش يعني انها تسقى كثير باش ما تخماش، دونك عطيوها التيسع وغادي تكون ترونكي. النبته الاخرى هي لو كلوروفيتوم او لا بلانط داريني او لا نبته العنكبوت. هاد لا بلانط هادي كنظن انها معروفه وما كاينش شي دار ما عندهاش هاد لا بلانط، ومن هنا كندير ماما واحد السلام، راه شتك داك النهار دايره، مشيت للدار لقيت ماما دايره منها شي 4 ولا 5 ولا 6، المهم كاع صافي ما كاينش محبقه، عمرتها وحطاتهم في الجرده، جاو زوينين بزاف بزاف، راكي زعما برافو عليك راهم زوينين. دونك هاد النبته هادي الميزه ديالها هي انها سي اون بلانط ديبوليونت، كتحيد يعني كتصفي الهواء اللي كنتنفسوه، يعني تصلح الدار في الدار الداخل، سي اون بلانط دومبر حتى هي ديال الظل ديال الدار ديال الظل ديال الدار ديال الظل. والجميل فيها هي انها سهله في لونتروتيان، ما كتبغيش الماء بزاف، يعني حتى هي من تبان لك التربه ديالها نشفات سقيها، من تبان لك التربه ديالها باقا فاسقه خليها. والجميل فيها هي انها كتبدا دير دي وليدات ديالها بنيتاتها بحال هكا مدلين، هذوك البنيتات اولا دوك الوليدات يسوفي انك تقطعهم وتعاود تزرعهم، زعما سي ان جو دونفون ساهل انه تعاود دير لا ملتيبليكاسيون ديالها فاسيل. واللي زوين فيها كما قلت لكم انها بلان ديبوليونت، ومن هنا كنقول لك ا ماما دخلي وحده منهم للدار باش يعني اولا تعطي جماليه للدار، وثانيا انها تصفي لك الجو. اذا اللي بغيت نقول لكم هو ان كاينين بزاف ديال لي بلانط في الحقيقه ساهلين في لونتروتيان، انا عطيتكم غير لي بلو بوبولير اولا اللي مشهورين بزاف يعني كيعرفوهم الناس وتقدروا تلقاوهم يعني فاسيلمون في لي جاردين غي في يعني في لي بيبينيير في المغرب، يعني تقدروا تلقاوهم. اما كاينين دي بلانط وحده اخرين حتى هما ساهلين ويقدروا يكون وزوينين في المنظر وفيهم دي فلور اكسيتيرا، ولكن ما بغيتش نصعب عليكم في يعني بداو بهادو
و غادي تلقاو بانكم صافي كتولي واحد الثقه في النفس، كتقول صافي راني عندي هاد لابلونط غادي عندي عام عامين 3 سنين هي باقا مزيانه، وكت يعني كتطور وكتنمو يعني ما كاينش اشكال. دونك من بعد تقدر تاخذ دي بلونط واحد اخرين. وخلاصه القول يعني ثلاثه ديال النصائح اللي نقدر نقول لكم يعني اللي كيجمعوا اولا اللي هضرت على هاد لي بلونط كاملين، يعني ثلاثه ديال النصائح هو انهم جامي دو سولي ديريكت، يعني ما تحطوهمش قدام اشعه الشمس ديريكت، بعدهم الاشعه الشمس، يعني يكون ديما يعني يكونوا غير الاضاءه مزيانه. ثاني حاجه هو انكم تسقيوهم في الوقيته ديال فيجيتاسيون ديالهم من مارس لاكتوبر، باردون دير لهم انا بغيت نقول من مارس لاكتوبر، يعني مره في كل يعني جوج سيمانات. وثالث حاجه هي انكم تسقيوهم ملي تشوفوا التراب ناشف، يعني ما كاينش شي حاجه صعيبه. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو ويعني وعطاتكم انسبيراسيون ديال الناس اللي بغاو يمشيو يتقداو دي بلون سورتو هذا راس العام. سنه سعيده للناس كاملين، وكنتمنى تدخل عليكم ربي هاد السنه ان شاء الله الجديده بالصحه والسلامه والطمانينه والنجاح في الحياه، هذا ما نقولو وهادشي اللي بغينا. الى الملتقى، بسلامه.